آخر أخبارنا الخاصة برحيل شيخ كتاب السيناريو عبد الحي أديب، بتمر 12 سنة النهاردة على رحيل واحد من عباقرة السينما المصرية، من الكتاب المعتبرين في السينما المصرية اللي ساهموا في نجاحها من خلال الروايات اللي قدموها. الكاتب الكبير عبد الحي أديب قدم تقريباً 150 فيلم، 150 عمل أثروا أضافوا لتاريخ السينما المصرية، قدموا نجوم السينما المصرية، قدموا واقع البيت المصري والأسرة المصرية، قدموا زوايا كتيرة جدا في المجتمع المصري، عرفوا يوصلوا للشخصية المصرية في كافة الأماكن في مصر: باب الحديد، أم العروسة، سوق السلاح، بيت القاضي، سعد اليتيم، مذكرات مراهقة، امرأة واحدة لا تكفي، استاكوزا. حاجات الحقيقة، وأنا يعني دلوقتي بقول الأسماء كلها موجودة في أذهاننا وراسخة، مش بس في تاريخ السينما المصرية ومشاهدي وجمهور السينما المصرية، ولكن في تاريخ السينما العربية بالكامل وفي أذهان جمهور الوطن العربي. كلنا تقريبا الكام فيلم اللي استعرضناهم دلوقتي سريعا لعبد الحي أديب عارفين مين أبطالهم، وعارفين مين الدور الثاني، وعارفين مين الوجوه الجديدة اللي كانت موجودة في الفيلم وبعد كده بقت أسماء لامعة في مجال السينما.